شهدت مدينة العريش انطلاق فعاليات سباق الهيجن على أرضية ميدان السباقات غرب المدينة. يأتي ذلك في إطار سباقات شهرية ينظمها الاتحاد المصري لسباقات الهيجن لدعم وتنشيط هذه الرياضة التراثية. إطار سباقات شهرية ينظمها الاتحاد المصري لسباقات الهيجن لدعم وتنشيط هذه الرياضة التراثية، انطلقت فعاليات سباق الهيجن على أرضية ميدان السباقات غرب مدينة العريش بشمال سيناء. احنا بصدد ان احنا بنعمل بروفو على المهرجان الكبير اللي هيتم ان شاء الله في خلال شهر اكتوبر، وجايين نحضر زي بروفو كده، ونقعد برضو مع بعض نشوف ايه اللي احنا ممكن نخطط له، ايه اللي احنا ممكن ننمي به هذا المهرجان. طبعا رياضة الهيجن هي مش مقتصرة على هذا المكان فقط، احنا بيجينا ناس من الداخل سواء من مطروح او من جنوب سيناء، في دول عربية بتشترك معنا. بمشاركة نحو 250 هجانا من أبناء سيناء، شهد سباق الهيجن تفاعلا كبيرا بين الهجانة الذين توافدوا على الميدان للتنافس على المراكز الأولى. رياضة الهيجن هي أقدم رياضة في التاريخ قبل الإسلام، وموروث شعبي توارثوه الأجيال جيلا عن جيل، والحمد لله تطور كبير بدعم من فخامة الرئيس لهذه الرياضة، وإن شاء الله القادم أفضل، وإن شاء الله يعني العريش هي أفضل قبلة لرياضة محبي رياضة الهيجن، مكانها الرائع ومناخها الطيب. سباقات الهيجن تنطلق بانتظام في الميادين المجهزة على مستوى مصر، ويعد ميدان السباق بالعريش من الميادين الرئيسية الجاذبة للهجانة من جميع المحافظات.